بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كل واحد بيمر بأزمة أو كرب أو مر بحزن وضيق، يفضل طول الوقت يفكر ويشيل الهم ويتقفل قدامه كل باب وطريق، مع إن الحل سهل وبسيط. أنت اللي عليك تسعى وترمي حمولك على اللي خلقك حين بيك. أصل ربنا وعدك إن مع العسر باعت يسر قريب. إزاي ربنا يرزقنا اليسر والفرج في حياتنا؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. كلنا بنمر في حياتنا بأزمات كتير جدا، في اللي بيتحملها وعنده صبر، وفي اللي بيتحملها وهو جواه ألم ووجع شديد جدا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة كبيرة جدا من ابتلاءاتنا واختباراتنا في الحياة. هي بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لابد أن نعلم إحنا جايين الدنيا أصلا لماذا؟ جايين الدنيا لنمتحن، لنختبر. حد بالضبط، حد قال لك كده وانت نازل الدنيا أهلا وسهلا بيك؟ أنت هتمشي كده في الحدائق الغناء والزهور الحمراء والفراشات الملونة تطير حولك وزقزقة العصافير. احنا جايين في الدنيا علشان خاطر نوصل للي حضرتك، نعمل اللي وصلنا للي حضرتك بتقول عليه في الجنة. لا، أنتم هنا في لجنة الامتحان، أنتم هنا في لجنة الامتحان، وحياتك تبدأ لما نسحب منك الورقة ونكتب عليها ناجح كده بالقلم الأحمر إن شاء الله بربع درجة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنت خلاص أول ما تطلع من لجنة الامتحان بدأت حياتك، دي مش حياتك. فاستعن بالله على نفسك، واستعن بالله على شيطانك، واستعن بالله على دنيتك، واستعن بالله على اللي حواليك. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الزينة اللي حواليك في الدنيا، الوردة الجميلة ابتلاء، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، صحتك ابتلاء، أموالك ابتلاء، ولادك ابتلاء، منصبك ابتلاء، كل حاجة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. اهدى، اوعى تكون فاكر إن ابتلاءك ده، ده غيرك متقطع مقسوم نصين، ده غيرك ماشي بجسم مفتوح، ده غيرك بيدخل العمليات ما ينفعش ياخد بنك. أنت متخيل؟ هل فكرت أن تذهب إلى المستشفيات لترى المقعدين الذين لا يملكون حراكا، لترى في قسم العيون من فقدوا نور أعينهم، لترى في قسم الحرائق ما فعلته النيران في الوجوه الجميلة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فاحذر من نفسك والشيطان والدنيا والهوى، إن ابتليت بأربع ما صليت إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ الخلاص بأن أصبر وأن أرضى، وإن أنا أؤدب نفسي وأهذب نفسي وأضبط نفسي وأحارب شيطاني بالاستعانة بالله رب ونعم العالمين بالله. ونعم بالله. أستاذينك ناخد التليفون. مدام ملك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السلام يا أنا بحبك قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، وبحب الشيخ رمضان، وأنا مش أول مرة أكلمك. نورتينا. بصي أنا لسه قرينا عن رمضان، ممكن؟ تفضلي. بصي يا شيخ رمضان، نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذة ملك. أنا بصلي والحمد لله ربنا رزقني بحاجات كتير الحمد لله، تمام. بصلي في الخمس فروض اللي أنا بصليهم وبصلي الفجر حاضر، تمام. بدري أنا، إحنا بس الصوت مش واضح. أنت بتقولي بتصلي الخمس صلوات؟ بصلي وبصلي الفجر حاضر، بقرأ القرآن وبصبح وكل حاجة الحمد لله. بتصلي الصلوات حاضرة وبتقرأي القرآن وبتسبحي؟ اه الحمد لله. الحمد لله. انا ساجدة، تمام، هي دعوة معينة. اه تمام. بس انت عارف ربنا مأخرها. ربنا ايه؟ متأخر، متأخرة الدعوة دي. تمام. ادي اول سؤال. ثاني سؤال، انا بيجيني عرسان كتير قوي. لا، بتعملي ايه؟ انا بيجيني عرسان كتير قوي. بيجيلك عرسان كتير؟
بس كل ما بيجينا عريس وانا بصلي استخارة بقول يا رب اذا كان خير ليا يسره لي، اذا كان شر ابعده عني، كله بتخيرني. تمام سامعين حضرتك؟ بتصلي استخارة كل ما بيجي لك عريس وبتقول يا رب لو في خير يسره ولو في شر بعيده. اختار له متخيرني، فالعريس بيمشي. تمام. فناس كتير قالت لي هو ده ممكن يكون معقول لك حاجه بتاع ايه في حاجه كده، بس طالما انا بصلي وبصوم وبسبح وبقرا قران مفيش حاجه هتأذيني. فانا عايز الشخص ما بين يصحح لي المعلومه دي اللي عندي صح ام غلط. طيب حاضر حاضر، عندك اي سؤال تاني؟ طيب تابعينا يا مالك. طب خلينا ناخد السؤال الاولاني وبعدين السؤال الثاني بقى انا وانت مع بعض. ماشي. التاخير الدعاء، يعني في ناس كتير قوي بتدعي، يمكن سؤالها بيجي في بال ناس كتير قوي. انا بعمل اللي عليا من وجهه نظري، اني بصلي مثلا وبصوم وبقرا القران الكريم وبسبح وبسجد كتير قوي لربنا سبحانه وتعالى بدعاء معين، ولكن الدعاء ده ربنا ما بيستجبش لي. تعالي نتفق على ما يلي. فتح. رقم واحد، انت مع الدعاء كسبان كسبان، تمام؟ ومع الدعاء لا ترى شقاء، ولم اكن بدعائك ربي شقيا. فانت مع الدعاء كسبان كسبان. يعني ايه كسبان كسبان؟ لان ربنا هيدي لك حاجه من ثلاثه، اقل شيء اللي طلبته تاخده. طلبت مبلغ كبير معين، اداني ربنا المبلغ ده، اعلى منه شويه، الدعاء طالع من ليا باب في السماء، فالدعاء طالع من الباب ده والقضاء نازل وفيه مشكله نازله، فالدعاء قبل المشكله فبيقول لها انت رايحه فين؟ قالت له انا نازله على رمضان. قال لها لا 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 اطلعي، ده دعاء ربنا. تمام. طب الدعاء كان قوي جدا، جواخد المشكله دي وطالع. تمام. نعمل مقاصه والمتبقي من الدعاء يبقى اجر وثواب. طب الدعاء المشكله اقوى، تنزل مخففه خالص. طب الاثنين قد بعض يتصارعان الى يوم القيامه، ده كلام سيدنا النبي بس انا بقوله بلغه بسيطه. طب اعلى بقى خالص، انت دعيت ربنا، ربنا يدخر لك هذا الدعاء، يشيله لك عنده يوم القيامه، تلاقي الدنيا ظلمت فجاه تلاقي الدعاء اخذ بايدك ودخلك الجنه. يبقى رقم واحد انت ايه؟ كسبان. انت حاطط عينك على اللي طلبته بتقول ربنا ما استجاب لك، وربنا شايف لك اللي افضل اللي انت ما تعلموش، يبقى استجاب لك ولا لا؟ طبعا. طب النقطه الثانيه، يلا نقرا الايه، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ناس كده تيجي واقفه هنا، ده واقفه غلط جدا. ليه؟ لان لسه فيه شرطين تخلي بالك منهم. بعد اذا دعان فليستجيبوا لي، ممكن انت اللي ما استجبتش لربنا، ممكن انت اللي بتاكل حرام، بتدعيه يعني وانت مش عامل اللي عليك، فطالب ايه هنا؟ طبعا بيدعيه وهو بعيد عنه عنك بياكل حرام، ازاي يستجيب الله له؟ بيدعيه وهو قطع صلاته به، ازاي يستجيب الله له؟ مش ربنا اللي ما استجابلكش، مش بتكلم على الاستاذه ملك، احنا بنتكلم بشكل عام. فيبقى انت اللي ما استجبتش لربنا. حاجه كمان بقى، نقطه مهمه جدا، وليؤمنوا بي. ازاي يؤمنوا بي وانا لما بدعي ربنا انا مؤمن بيه؟ لا خلي بالك، يؤمنوا بي كاله، يؤمنوا باختياري مش اختيارك، وبوقتي انا مش وقتك انت. يمكن انت اللي بتدعي به ده هو قمه الشر، فانا بحجز عنك الشر واجيب لك الخير. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ناخد ام محمد. ام محمد اتفضلي. ايوه استاذه لمياء، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب ويبارك للدكتور رمضان. الله يبارك في عمرك. انتوا من اعز الناس عندي، وانا كنت بتمناها من ربنا ان انا اكلم الدكتور رمضان، ربنا يعلم وبدايله وبدايله، ربنا يكبر خاطرك، ربنا يتقبل يا رب، ربنا يكبر خاطرك. امين يا رب، جعله في ميزان حسنات. امين. بص يا دكتور، انا مش هطول على حضرتك، انا كنت متزوجه 35 سنه، جوزي كان بيسافر السعوديه ويجي، الله جاب الله خد الله عليه العوض، بعتي ذهبي وخدت حته ارض وبنيت بيت ورحت قعدت فيه، وهو جاله فيروس فيه وقعد في مصر. فتحت محل وقفت فيه. تمام. كان عندي ابني بيلعب حديد وكده، والمهم الولد ربنا رزقه باللي سقاه مخدرات. لا اله الا الله. عشت جحيم، انا عشت في جحيم بسبب ابني، ياخد الحاجه من البيت يبيعها عشان يجيب مخدرات، ابوه يرمي يمين طلاق. انا حاجه بيت الله وبخاف الله. في اخر مره انا هختصر يعني، في اخر مره والده راح رمي عليا يمين طلاق في وشي وانا قاعده، قال لي روحي يا فلانه وانتي طلقه بالثلاثه اليمين هزني. امتنعت، بقى يضرب بقى يشتم والكلام دوت، عشت في جحيم، بقيت من تعبي اروح دار الافتاء
قالوا لي لازم يجي نسمعك ونسمعه. المهم مش دار الإفتاء رحت ثلاث مرات والأخير قلت له يا شيخ بالله عليك أنا تعبانة الساعة 3 بالليل شال علي سكين وعايز موتني. ده جوزك؟ مش راضي يروح دار الإفتاء. ده جوزك؟ طب هو بيعمل معاكي أنت كده ليه؟ نعم بيعمل معاكي ليه كده؟ ما أنا ممتنعة عنه عشان اليمين هزاني تمام. فآخر حاجة الشيخ قال لي هاتي حكم من أهلك وحكم من أهله وهاتي وتعالي. ده مش راضي يده. اتصلت بأخته بدل ما تيجي قلت أخد أخويا وأخته ونروح دار الإفتاء عشان اليمين اللي حسيت بيه أنا حسيت بيه حسيت أنه مش بقى جوزي فحرام. فالمهم قلت لأخته بدل ما تهدي وتيجي معايا وتحل المشكلة والبيت ما يخربش انت كل الناس طول النهار البياعين يقول عليا الطلاق انت بتتلككي ومش انت بتتلككي عشان لما حطيت ذهبي في البيت في الارض كان ابوي عايش كتب لي الارض باسمي بقيت احوش واشتغل وهو يبعت وابني بناته ومشيت فيه من مشاكل العيلة والكلام ده بدل ما هي تقنعه ويروح دار الافتة وتيجي معايا هي واخويا بعد عنك زي الشيطان ولعتها نار وهي بتتنطط على ايه انا هجوزك وايه البيت اتباع واتقسم. معلش هو انا بس انا 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 مش انا مش فاهمه حضرتك انت دخلتي في كذا موضوع. لا هو موضوع واحد. ايه علاقه البيت بالطلاق بابنك؟ ما انا هقول لحضرتك ما هو كان السبب طلاقي ابني شربه ماشي لما ياخد حاجه من البيت يبيعها يجيب مخدرات ماشي ابوه يحلف يمين. طيب البيت بقى انت بتقولي اخت جوزك البيت ده المفروض ان هو بتاعك انت جوزك ملوش دعوه بيه. الشيخ في دار الافتاء قال لي ده بيتك ما تبيعهوش. ايوه يعني بيتك ملوش علاقه بجوزك عشان اليمين انا مش عارفه اروح بيه دار الافتاء مش راضي. انا مش فاهم اقول لحضرتك هو لما رمى اخر يمين وهزني تمام اخر يمين حلف وانا قاعده فوق. ايوه اليمين ايه علاقته بالبيت؟ ما هو البيت اتباع عشان هي عايزه تقول هو يا ستي يا سيده الفاضله يا ستي ربنا يبارك في عمرك ممكن من فضلك تحددي السؤال بالظبط؟ المهم البيت اتباع واتقسمت فلوسه. لا لا بستأذن حضرتك السؤال سؤال حضرتك ايه سؤالك ايه يا هاني؟ ادها 150 الف تجيب له شقه كتبتها باسمها ومات بعدها. طيب حضرتك السؤال ايه؟ لابني ما عندوش مكان يعيش فيه دلوقتي انا احارب عليها ولا اسكت وهي جديدة اعمل ايه؟ طيب حاضر هو انا برضو ما زلت مش فاهمة ايه علاقة جاب ده يعني لو هو البيت ملكها هي يبقى لا اخت جوزها ليه علاقة ولا جوزها ليه علاقة. عايزين في الاول نقول لها متشكرين ربنا يبارك فيكي جهدتي ووقفتي وقمت بالدورين دور الراجل ودور الست وجوزك مسافر وحافظت على بيتك وعلى عيالك ونفسك انت مجاهدة في سبيل الله. ادي واحدة. رقم اتنين صبرك على اللي فيه ابنك ومحاولة علاجه وصبرك على جوزك صبرك على اهل جوزك زي ما بتقولي احنا لازم نسمع الطرفين بس احنا بنجاوب زي ما بتقولي برضو ده جهاد في سبيل الله ومش هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. طب الامر اللي بعد كده لازم بننصحك لازم تتأكدي انت زوجة ولا لا واحنا مش هنجاوب في الطلاق لانه لابد الطرفين وهو يروح معاكي او حد من اهله قدام دار الافتاء او لجنة الفتوى عشان يحددوا انت زوجة ولا مش زوجة انت مطلقة ولا غير مطلقة. النقطة الاخيرة اصبري اصبري دايما محدش فينا مش مبتلى محدش فينا مش مصاب اوعى تفتكر نفسك انت اللي لوحدك بس مبتلى كل الناس عندها ابتلاءات ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل الناس مبتلى. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكله هيعدي بس المهم يعدي برضا ربنا. طب انت عايزة تقولي عليها حسبنا الله ونعم الوكيل انا انصح بلاش لانه ما تحسبنيش عليها حسبنا الله ونعم الوكيل مش دعاء لكنه كارثة لما تقوليه في وش حد. يعني انت لما تقولي لحد حسبنا الله ونعم الوكيل كأنك بتقولي له انت ظالم وانا مش قادر على ان انا ارد ظلمك فرفعت القضية لربنا سبحانه وتعالى. انت متخيلة هذا الفهم؟ دي كارثة ده كارثة. انت كده بتقسمي اللي قدامك نصين وبتفجري الموقف. مش دعاء بس ما تقوليهوش في وشها اطلبي من ربنا ان ربنا ينصرك
اطلبي من ربنا ان ربنا يسترك، اطلبي من ربنا ان ربنا يكفيكي شر محاولاتهم ومؤامراتهم، وما فيش داعي الدعاء لغيرك. لو حصل لغيرك حاجة انت مش كسبانة، ركزي في بيتك وركزي مع ربنا وركزي في عبادتك لله، وركزي انت زوجة ولا لا عشان مركبكم تسير، ربنا يرضيكي. السؤال اللي انا مأجلي عشان نتكلم ونتناقش فيه، انا عارفة انك ما بتحبش تتكلم ولا على تفسير الأحلام ولا على الأعمال والسحر والكلام ده كله، فوق يا ناس والمس وكل احنا هنقعد أم يا هانم أحلامها في تفسير ابن سيرين، يبقى أم نايمة. يا ناس قوموا للواقع، يا ناس الله يرضيكم. احنا هنعيش في الأحلام والأوهام. الأحلام ثلاث أقسام، وحشة خالص من الشيطان مش هتضرك، حديث نفس من اللي بيحصل معاك بالنهار برضو مش هيضرك، والاثنين لا يؤولون. طب رؤية حلوة بطوف حوالين الكعبة أبشر، طب أكتر من كده ما فيش، بشارة. ما بناخدش أحكامنا ولا تصرفاتنا ولا أفعالنا من الرؤى والأحلام. طب ده ممكن واحدة تخرب بيتها بسبب الأحلام، تصحى من النوم تقول له أنا شفتك وانت ماشي مع واحدة، هي تقول يا مين هطلع روحك. ده يبلغ عليها العباسية ونخلص، ده لازم تروح نرج، ده كارثة. فيا جماعة فوقوا، احنا نعيش في الأحلام والأوهام. الواقع شوفوا بفارم الناس ازاي. كمان كل لو حصل لواحد اي حاجة، انا محسود، انا عين، انا معمول لي عمل. طب الاعمال دي ما بتروحش للناس اللي هم مش مسلمين دول ليه؟ اللي تقدموا وصلوا القمر، ما تيجي نحسدهم عشان ما يوصلوش القمر. اعمل لهم عمل. انا لا استهزئ من هذا طبعا. انما انا بتكلم في ايه؟ إنه ينبغي يكون عندنا اعتدال، لا بننكر الحسد خالص ولا بنقول كل حاجة حسد، إنما خير الأمور الوسط. من عندي أذكار الصباح والمساء وعندي سورة البقرة، حصن حصين من كل ذلك. أسأل الله أن يكفينا ويكفيهم كل شيء. آمين يا رب، آمين يا رب. مدام بسمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذة رامي؟ الحمد لله بخير، أهلا بيك. أنا بحبك قوي والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، اتفضلي يا استاذة رامي. ربنا يخليك. ممكن أكلم شيخ رمضان؟ اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وانت بخير وسعادة. الله يخليك. دلوقتي يا شيخ، أنا جوزي طردني من البيت وجيب والده ووالدته وأهلهم، قعدهم في البيت، ودلوقتي واخد مني أطفالي ومش راضي يخليني أشوفهم. لما جيت علشان أطلبهم وكده أنه لا أشوفهم وكده، قال لي لا ممنوع. هو أنت مطلقة منه؟ لا مش مطلقة. طب هو طردك من البيت ليه؟ وعمي واخد الولاد ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو على طول شخص فيه تسلط كده، على طول متسلط عليا في كل حاجة، كل أوامره حاضر، ان انا ما جهد يعني مقولوش لا على اي حاجة، على طول ما فيش نقاش ما بيننا. اخر مرة زعينا مع بعض، والدتي معايا في الشقة في البرج وكده، وجيت علشان ان انا اروح علشان ازورها وكده، قال لي لا ما تروحيش لانه متسلط وكده، اهم حاجه هو رايه وخلاص. فده اللي مزعجني جدا منه، ان هو ما عندوش اي نقاش في اي حاجه، رغم ان انا وقفت معاه في حاجات كتير قوي. انت مشيتي من البيت ليه؟ علشان ازور والدي ووالدتي. ايه بقى، احكي لنا الموقف كده. بس علشان كمان ليه بقى، يعني هو بيربط كل حاجه عنده النظام الثواب والعقاب. لا مش هتروحي علشان كذا، يعني انا اخر مره اتخانقت معاه علشان اروح لوالدتي بسبب حاجه معينه، اللي هو مثلا بنتي كانت تعبانه وانا مشيت المدرسه بتاعتها وكده، قلت لها معلش اذنك المره دي علشان ما تديلهاش الحصه بتاعتها علشان هي بتاخد جلسات بخار. قال لي ازاي تمشيها، المفروض انا اللي اقول، انا اللي ماشي كل حاجه. حاضر حاضر، ان انا اقول له حاضر على كل حاجه، ما انا اشهوش. فازاي انا اللي بدفع، انا اللي بصرف، انت تقولي حاضر على كل حاجه، ما تناقشنيش في حاجه. انت بتجادليه دايما؟ يعني دايما اي حاجه انت بتبقي عايزه؟ انا بتعامل معاه حاجات كتيره يا استاذه نميا. لا مش بجادله دايما، مش بجادله، بس ممكن انا عملت برضه غلطه المره اللي فاتت انا معترفه بيها، ان هو قال لي برضه ما تروحيش، بس انا رحت، بس كان غصب عني، لاني انا برضه هو مضايقها عليا قوي، بدليل مثلا انا اقول له تعالى نخرج مع بعض، يقول لي ايه لا ما معيش فلوس، طب تعالى نتمشى بالعربيه، لا ما العربيه ما فيهاش بنزين، رغم ان هو بيعامل بابا ومامته واخواته بطريقه حلوه جدا. مش عارفه ليه مضطهدني كده، رغم ان انا وقفت معاه في حاجات كتيره يا استاذه نامية، عمل عمليات كتير وقفت. طب انا بس عايزه اسالك سؤال، هو ظروفه الماديه ايه؟ ظروفنا الماديه كويسه جدا، انه مدير إيه، ظروفه حلوه. اصل انا ما معيش فلوس، اصل العربيه ما فيهاش بنزين. لا إيه، اسلوب يعني اللي هو ايه،
صوابه يعقب ماشي كده، هو شخص نرجسي. يا استاذه بسمه اتفضل، عيوب حضرتك ايه اللي ادت الى انه البيت دلوقتي شبه بيخرب؟ ايه عيوبك؟ ما تتكلميش عنه، هو كلميني عن نفسك. هو شايف كل ما يكلمني يقول لا برضه، هو احنا كلميني عن نفسك. عيوبي انا؟ ايوه عيوبي انا، انا حاسه ان انا شخصيه متساهله في حقوق، دي عيوبي. ان انا شخصيه بتسهل يعني بتصالح بسرعه، دي عيوبي. ان انا ما باخدش موقف. عيوبك انك بتتصالح بسرعه؟ اه ما شاء الله. يعني لو طب انا عايزه اسالك سؤال. اتفضل. انا ملاحظه ان انت حاطه اهله انت بتعاملهم كويس وبتعاملني انا مضطهدك انت مراته ام ولاده. بالعكس انا عمري ما عملت اهله، بالعكس كان بيجيبني مامته وكنت بحطها على راسي من فوق، والله العظيم. انت اللي قلتي دلوقتي على فكره مش انا. انت بتقولي هو بيعامل اهله كويس جدا ومعرفش مضطهدني انا ليه. ايوه بيعامل اهله كويس، اللي هو يا ماما حاضر تعالي موديكي المستشفى. ما هو لازم يعمل كده، امال هيعمل طبعاً. ايه انا ما قلتش حاجه ممكن طبعا. ممكن سؤال يا استاذه بسمه؟ اتفضل يا شيخ. احنا مش بنكذب حضرتك، حضرتك والله على راسنا، بس ما عليكي كل كلامك عن رد فعله هو، ما جبتيش فعل واحد لك ولا لأهلك، فازاي احنا نحكم؟ انت دايما بتتكلمي عليه هو، اصله هو، ما قلتيش على حاجة عنك خالص، فبتتكلمي على رد يعني فعل. يعني ايه يعني يا سيدنا الشيخ؟ اين الفعل؟ انت اين الفعل يا هانم؟ فين الفعل؟ فهماني حضرتك؟ يعني انت عملتي ايه ممكن تكوني وصلتيه للمرحله اللي هو فيها؟ اصل خلي بالك هو من الواضح انه داخل معاكي في دور عند، يعني الحاجات البسيطه اللي ممكن اي حد يعديها هو ما بيعديهاش معاكي. انت بتتعاملي معاه بنديه؟ هو جوزي بصراحه من النوع اللي هو اهم حاجه عنده برضه صحابه، اللي هو ليل ونهار قاعد على القهوه. بصي برضه انت بتتكلمي عليه هو. ماشي. سؤال عليك ايه بالتحديد يا فندم؟ سؤال مش بالتحديد. عارفه ليه هو دلوقتي، انا بقالي 4 شهور عند اهلي وهو دلوقتي ما جاش يصالح ولا اي حاجه ولا حتى اتكلم معايا في اي حاجه. وانا قاعده دلوقتي، هو جاب دلوقتي بابا ومامته برضه هناك في قلب الشقه قاعدين هناك، وجاب اخواته نفس الكلام قاعدين هناك. فدلوقتي انا موقفي ايه؟ يعني انا دلوقتي حتى اولادي لما جيت اشوفهم برضه ما وريهم لي، فهل دوت يعني دوت يخالف الدين والشرع والقانون ولا انا المفروض؟ انا لما سبت ولادي سبتهم له عشان هو مش بيصرف عليهم. انا خدت قبل كده بنتي، وبرضه خدت بنتي قبل كده وما رضاش يصرف عليه، غير ان هو كتب الشقه باسم مامته. شوفي انت حاطه برضه اهله قدامك في كل حاجه. تمام يا فندم، حاضر. طيب تابعينا يا مدام بسمة. اتفضل. فين الطرفين؟ هو صورته كده شيطان وهي ملاك، هل هذا يعقل؟ لا بس خلاص، هي مشكلتها، انت مشكلتك ان انت مش شايفه النقاط اللي عندك، انت مش شايفه المشاكل اللي تخصك انت. انت باصه طول الوقت على هو، مشاكله هو عنده، هو منرجسي، هو وتحدته. ده اقل كلمه قالت في النص. ما هو انا ما رضيتش اقول لها، انا كنت هسالها في الاخر بس قلت حضرتك قفلت المكالمه. كنت اقول لها عايزه ترجعي لجوزك وتكملي صلحي اللي انت عملتيه، لانه معنى ان انت يقول لك لا مفيش خروج فتخرجي وتخرج. يبقى طب الحاجه الثانيه هي برضو لو تلاحظي حضرتك ما تتكلم على اهله، تتكلم على امه، تتكلم على والدته، انت فاهم على والده ايه النقطه اللي بعد كده؟ تم سابت عيالها ومشيت، وده من اكثر الاشياء اللي فيه مضايقه جدا للراجل. طبعا المسؤوليه وانت سايبه عيالك، يعني هان عليكي قلبك طوعك تسيب عيالك وتمشي واربع شهور مش يوم ولا اتنين؟ احنا مش بنغلطها لوحدها وبنغلطه هو، بس احنا بنتكلم على ايه؟ الأستاذة بسمة على راسي من فوق، ربنا يبارك فيها يا رب ويلم شملها. لا احنا عايزين نفيدها وعايزين نبقى نفيد الناس جميعا، بننور لك كده جزئية انت ممكن تكوني مش واخدة بالك منها. بصي على اللي عندك الأول. بصي حضرتك، الدين علمني حاجة حلوة قوي، انه علشان أحل أصف الواقع. لما أصف الواقع بصدق أكون صريح وبقول على نفسي، يعني عارف حضرتك أنا لو رايح للطبيب واللي أنا حاسس بيه بقول عكسه، هيعرف يوصف لي العلاج الصح؟ لا طبعا. الله ينور عليك، أنا حضرتك دلوقتي زي الطبيب. لو السائل الكريم خدنا في حتة تانية، احنا نتكلم في حتة تانية خالص، يبقى احنا مش هنفيدك خالص ومكالمتك هتبقى كأنها ما تقلتش. مفيش حد في الكون ملك والتاني شيطان طبعا، ولا العكس، احنا بشر نخطئ ونصيب. اول طريق العلاج الاعتراف بالخطأ. هو ايه الفرق بين آدم وإبليس؟ إبليس قاعد يبرر وآدم قال اعترف، خلص الموضوع. لم يغفر الله لإبليس رغم ان الاثنين عصوا، ده عصى وده عصى. ربنا قال عن سيدنا آدم وعصى آدم، بس القضية في سيدنا آدم إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
سيدنا موسى لما عمل خطأ اعترف، قال رب إني ظلمت نفسي. سيدنا يونس لما عمل خطأ اعترف، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الملائكة نفسهم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ربنا في القرآن وقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم. يا ناس الله يرضيكم، والله العظيم الاعتراف بالخطأ ده من أول ده أول حاجة لحل القضية، للكمال وللرقي وللتحضر. يا سلام أنا لما أقعد قدام واحد يقول شوف يا شيخ نعم أنا غلطان في واحد اتنين تلاتة، وبعدين يتكلم بس خلي بالك مش جلد نفس، ما يبقاش عنده هس ويقول ده هي ملاك وانا اللي شيطان، احنا بنهرج اصلا، ده عنده مشكلة نفسية. لكن انا غلطان في واحد اتنين تلاتة وهي غلطانة في واحد اتنين تلاتة، عشان نصلح انا قاعد باني غلطان في كذا وكذا وكذا وهصلح من خطأ. هو ده الكلام طبعا، انما منهج اصله هو، تلاحظ اصله هو، ما فيش اصلا خالص، ما فيش الكلام ده اصلا. ليه؟ وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، ده منهج علم نفس. مش بتكلم على الاستاذه بسمه، استاذه بسمه ربنا يبارك فيها، مش هنقدر نحكم في قضيتها، لازم من سماع الطرفين، يروح الطرفين لدار الافتاء او لجنه الفتوى، يقعد الطرفين ما بين حكمين حكيمين من الطرفين من العائلتين لانهاء المشكله. انما حد يجي يتكلم فيطلع نفسه ملك من الملائكه ويطلع الطرف الثاني شيطان، طب هنحكم نقول ايه؟ صح خلص. ربنا يبارك فيكم جميعا. امين يا رب. من المكالمات اللي بتجيلنا ومن الحاجات الكتير اللي بنسمعها، احنا زي ما حضرتك بدات وقلت احنا في 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 موقع اختبار النهارده، واحنا موجودين في الدنيا، ودايما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل بني ادم اختباره وابتلاؤه على قد طاقته. محدش يقول ربنا اداني حاجة ازيد من طاقتي، ربنا عمره ما هيكلفنا باللي احنا ما نقدرش عليه، لكن الابتلاء اللي بيجي على قد قدرة تحملنا، هو اختبار انت هتعمل ايه فيه. ده كلام مظبوط. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والكل مختبر، والكل مبتلى، والكل مصاب. من منا لم يمرض له حبيب؟ من منا لم يمت له قريب؟ من منا لم يخفق له عمل؟ من منا لم يضع له أمل؟ إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة. جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جزوة نار. فضلت الشيخ، وإحنا بنتكلم عن أحوال الدنيا والابتلاءات والاختبارات اللي إحنا بنتحط فيها وإحنا في حياتنا، الناس اللي عاشوا لنفسهم بس وخايفين طول الوقت من بكرة، تلاقيهم طول الوقت في حالة قلق وخوف وعدم راحة طول الوقت، واللي عايش عشان خاطر يشوف احتياجات غيره وعايش الحياة اللي ممكن تكون طبيعية وبيراعي ربنا سبحانه وتعالى في كل خطوة هو بيخطيها، بيطلع حق ربنا سبحانه وتعالى ويتصدق ويطلع زكاته وماشي زي ما بيقول زي ما الكتاب بيقول، تلاقيه عايش في راحة واطمئنان وحالة من الرضا طول الوقت، لأنه ملأ قلبه بالحب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. تخيل بقى حلاوة دي، يعني حاجة لها طعم. هستطعم الإيمان في قلبي وفي نظرتي وفي كلامي لو حققت ما يلي: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى رقم واحد ربنا والرسول، ثم يأتي بعد ذلك: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لأنه لما بيحب للناس ما يحب لنفسه هو عايش في سعادة، هو دايق حلاوة الإيمان. لما بيبص على غيره، لما بينفع غيره، وأخذ ختم الحب من ربنا. لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس، ما عاش من عاش لنفسه فقط. ده متعة العطاء ومتعة خدمة الناس ومتعة نفع الناس، سعادة غير عادية طبعا. وانت مش هتديهم من مالك، انت بتدي لهم مالهم هم، وربنا بيبارك لك ويدي لك انت وعيالك أضعاف مضاعفة. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قيل إن الآية دي نزلت في ضيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل على رسول الله ضيف فأرسل إلى بيوته: عندكم حاجة نقدمها للضيف؟ قالوا: ما عندنا إلا التمر والماء بس. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصحابة كده مجموعين حواليه: قال: من يضيف ضيف رسول الله؟ ياخد ضيف. فواحد من الأنصار الكرماء كده قال: أنا يا رسول الله. فأخذ الضيف
هيبات عنده. فقعد الضيف كده زي في قط الضيوف ودخل لزوجته: عندك طعام؟ ده ضيف سيدنا النبي عليه أفضل. قالت: على الرحب والسعة، ما عندنا إلا طعام الأطفال. فشوفي الصورة والمشهد إزاي. فالأب قال لزوجته: نوميهم بلا عشاء. فجعلت تنومهم فناموا، وأتى بالطعام لا يشبع إلا واحد بس، اللي هو الضيف بس. فلو الاثنين يبقى الضيف مش هيشبع. فأتى بالسراك كده ما بينهم وحط الأكل، وتظاهر إنه بيمد إيده يأكل، فإيده خبطت السراك فانطفأ. فبدأ الضيف بيأكل وهو يتظاهر يمد إيده ما ياخدش حاجة، يطلعها فاضية ويقربها من فمه ويتظاهر أنه يأكل، حتى أكل الضيف وشبع وهم في ظلام ونام. استيقظ لصلاة الفجر، رايح هو والضيف لسيدنا النبي. فسيدنا النبي بيقول له: ما فعلت بضيفك الليلة؟ ما فعلت أنت وزوجتك بضيفك الليلة؟ فخاف: وأنا قصرت في حاجة؟ أنا قصرت في حاجة يا رسول؟ قال: لا. خلي بالك من الجملة اللي جاية: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. سبحانك، تعجب من كرمكم، وتعجب من إيثاركم، وتعجب من خدمتكم للضيف. وأنزل الله قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما ما تبقى الشحيح ربنا يرزقك النجاح والفلاح، أنت ولادك دنيا وآخرة. لما تبقى الشحيح في المال، ولا شحيح في المشاعر، ولا شحيح في الكلمة الطيبة، ولا شحيح في الأخلاق الطيبة، ما بتحسبهاش. الله يبارك فيك. لا هرتب، تقصدي ما تحسبهاش؟ ما تحسبهاش مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما تقعدش بالتعريفة تقول: طب أنا لو خرجت ده مش هلاقي أكل. أيوة. طب أنا لو سعيت فول. آه طبعا. إنما إحنا بنرتب حياتنا طبعاً. وننظم حياتنا وعاملين حساباتنا ومصاريف بيتنا إيه ومصاريف أولادنا إيه. ده اللي حضرتك تقصدي بالضبط. نعم كده. ما ربنا سبحانه وتعالى حتى لما بنقعد نقول ده، في بعض الناس تقول لك: أصل هو الرزق مكتوب وربنا هيبعت لنا رزقنا وهو إحنا قاعدين مكاننا، فأنا هتعب على إيه ولا هشقى على إيه ولا هسعى على إيه؟ وإذا كان رزقي مكتوب عند ربنا، ما هو مش هيجي لك من غير سعي. الله عز وجل ربط الأرزاق بالأسباب. ده الطيور من عش لعش، ومن طائر لطائر، ومن عمود لعمود محسوبة، يرزقها الرب المعبود. الله، ده من المقصورة. أيوة والله. ما ربنا ما كان قال له هو الطائر ده لما بيطير من الشجرة دي هو رايح فين؟ رايح مصنعه. الطائر ده لما طلع من العش هنا رايح ورشة النجارة بتاعته. الطائر ده لما طلع رايح مزرعته. لا، ده بيطير لأنه بياخد بالأسباب. لا، ولذلك سيدنا النبي يقول إيه: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الإيه الطير قاعدة في عشها ويمطر الله عليها. لا، تغدو وتروح. يعني لازم غدو ورواح، السعي. لازم سعي، لازم أغذي بالأسباب. صحيح. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وابتغوا من فضل الله. فلابد، ما فيش حاجة اسمها أقعد في البيت واستنى ربنا يمطر علي الرزق، ده كافر بالأسباب. ده طب. كارثة كبيرة جدا. طب. نعم. من أعظم أعمال الخير إنك تساهم أو تشارك في علاج مريض. من أعظم الحاجات اللي البني آدم يحس بالسعادة فيها إنه شارك ولو بشيء بسيط جدا في إنه يساعد حد، إنه ربنا يمن عليه بالشفاء. من أكبر الأمور اللي بتبقى محتاجة سرعة إزالة الألم، لأنه اللي بيتألم لا محتاج أكل ولا محتاج شرب، محتاج أن يسكن عنه الألم. كم من متألم الآن ونحن في صحة وعافية، محتاجين نحمد ربنا. ومن وسائل حمد الله عز وجل إنك تساهم في بناء المستشفيات، ولأنه ده من أعظم الزكوات الجارية والصدقات الجارية والصدقات العادية. ومن أعظم الأسباب إن ربنا يبعد عنك وعن ولادك المرض، ويبعد عن مالك الآفات والسرقات، ويزيد رزقك. لأنه لما حد مريض يمرض ويجي والده يشيله فيلاقي المستشفى قريبة منه وتسعفه، انت متخيل انت عملت فيه ايه؟ متخيل قد ايه انت جبرت خطره؟ متخيل انت قد ايه يسرت امره؟ متخيل انت قد ايه نفست همه؟ متخيل قد ايه انت ادخلت الفرح والسرور مش على شخص واحد، على الأسرة كلها، على العيلة كلها. صحيح. ده ممكن على البلد كلها. حد ما بين الحياة والموت وفجأة يلاقي المستشفى ويدخل، وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سبب في إنقاذه. سبحان الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.
تكشف عنه كربة، ودي من أعظم الكربات، كربة المتألم. ولذلك دي أول العتابات: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدت رحمتي عنده، لوجدت بركتي عنده، لوجدت استجابة الدعاء عنده. ده في مجرد عيادة المريض، ده مجرد إن أنا أروح أعود مريض، فبرفع معنوياته مما يساعده على الشفاء، أخوض في الرحمة. تخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى يغمس فيها. وأعظم ما يعطيك الله إياه أنه يدخلك في رحمته طبعا. فمن أعظم مفاتيح الرحمة عيادة المريض. فكيف بمن يبني مستشفى؟ أعظم زكاة جارية، أعظم صدقة جارية، أعظم صدقة عادية، والمشاركة بشيء حتى بسيط. يعني في ناس تقدر أن هي تشارك بأجهزة ممكن يكون تمنها غالي جدا، في ناس تقدر تشارك بسرير داخل المستشفى، في ناس ممكن تشارك بعلاج داخل المستشفى، أيا كان هو إيه، ليه أجر وثواب عند ربنا. كن إيجابي بأي صورة، تصدق بأقل حتى القليل، حتى أنك تدل لحد، تصدق بأقل القليل، تصدق بأمر عيني، تصدق بأمر مادي، تصدق بكلمة طيبة، تصدق إنك تمسك أذاك عن الناس، تصدق إنك تعلم الناس الخير، لأنه معلم الناس الخير ده تخيل كل خلق الله عز وجل بيدعو له ربنا طبعا. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. إن لم تكن فاعل للخير دل الناس على الخير صحيح. ولا تكن مناعا للخير صحيح. نقطة مهمة صحيح. التبرعات العينية من ضمن المبادرات المهمة اللي بتقوم بها جمعية البر والتقوى لكل الأسر اللي ليهم احتياجات أساسية مش من الرفاهيات، حاجات الأساسية اللي مفيش بيت ينفع يبقى قائم من غيرها. مظبوط. هو مبادرة افتح دولابك، ربنا يفتح لك أبوابك، أي حاجة عندك أنت مش عايزها طلعها، سواء كانت في الأساس، في الأجهزة، في الأواني المنزلية، في الثياب، في الأحذية، في أي شيء، كل شيء أنت مش محتاجه غيرك محتاجه. في أي شيء صار مش مناسب ليك ممكن يبقى مناسب لغيرك، حتى لو جهاز من أجهزة طبية، حتى لو بعض الأدوية التي لم تنتهي صلاحيتها. أي حاجة عندك أنت حابب تطلعها طلعها لله، ولك الأجر والثواب. وما أعظم أنك تبقى عامل حساب أنها تتحط في يد ربنا قبل يد الفقير. والله والجمعية كمان مطلع حاجات جديدة كمان. أيوة طبعا، هو الجديد بيحسن عرضه ما شاء الله. والتبرعات العينية بيعاد تأهيلها مؤهلة وجميلة، جينا جاهزة أهلا وسهلا. شوفوا حاجة جميلة، شوف فريق العمل، شوفوا النظام، شوفوا العرض، شوفوا المراعاة، لأن أنا بتعامل مع ربنا. اللي احنا شايفينه كمان ده فكر الملابس اللي محطوطة والكلام ده كله، ده عند ناس تانية حلم طبعا انهم يدخلوا ويختاروا وياخدوا حاجه هم عايزينها ولا نفسهم فيها. الجمعيه عندها مبادرات كتيره قوي صحيح في كل المجالات متكامله. طب ما هي بتروح تبني بيوت امان ودفى، طب بتعاد التاهيل، يجيب جديد ويجيب مستعمل حلو ويجيب اجهزه، فالمبادرات موجوده ومتكامله، دراسه كامله لاحتياجات كل الناس. المهم افعل الخير، علم الناس الخير، تكن اهلا للخير. صحيح. ربنا يتقبل يا رب. نورتين يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم يوم الجمعه على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين: تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا